الرحمن الرحيم. مع حضراتكم مهندس فارس حرب، المحاضرة الأولى لشرح كورس الأوتوكاد. بإذن الله هنتناول خلال المحاضرة دي والمحاضرات القادمة شرح برنامج أوتوكاد بالكامل. في الأول حابب أعرفكم يعني إيه برنامج الأوتوكاد، وبعد كده نتعرف شوية عن الكورس. برنامج الأوتوكاد هو اختصار لكلمة أوتوماتيك كمبيوتر إيديت درونج. أوتوماتيك كمبيوتر إيديت درونج يعني الرسم بمساعدة الحاسب الآلي. يعني إيه برضه؟ برنامج الأوتوكاد ده عبارة عن لوحة رسم كبيرة قوي ومعاها شوية الأدوات اللي بتساعدك إن أنت ترسم. طيب أنت بقى بتحدد أنت عايز ترسم إيه، فده معناه إن برنامج الأوتوكاد مش متعلق بدراسة معينة، يعني ملوش علاقة أنت خريج إيه أو أنت معاك كلية إيه أو مجال شغلك إيه. هو عبارة عن لوحة أنت بتحدد الحاجة اللي أنت عايز ترسمها أيا كان تخصصك اللي هتشتغل عليه. فده برضو معناه ملوش علاقة بمستواك، ملوش علاقة بأي حاجة قبل كده. برنامج الأوتوكاد يعتبر منهج كده في ذاته تبتدي تمشي عليه وتفهمه واحدة واحدة، وإن شاء الله بنهاية الكورس تكون وصلت لمستوى إنك تقدر ترسم أي لوحة مهما كانت شكلها ومهما كان التخصص بتاعها. طيب إحنا في خلال الكورس ده هنشتغل إزاي مع بعض؟ مبدئيا أنت في فيديوهات، الفيديوهات الموجودة اللي أنت هتشتغل عليها بالإضافة إلى المذكرة الشرح، هما دول أكتر حاجتين هتبتدي تشتغل عليهم، أكتر حاجتين هيساعدوك في إنك توصل لمستوى الاحتراف. طب أنا عايز أحقق أعلى استفادة من الكورس ده، يبقى مبدئيا كده هتبدأ تسمع الفيديوهات. وانت بتسمع الفيديو لازم تكون ايدك كده كشكول وقلم وبتكتب ورايا كل حاجة. طب ليه؟ اللي انت هتكتبه بايدك احسن من مليون مذكرة هتشتغل بيها. يعني مهما انا اديتك مذكرات ومهما اديتك فيديوهات، اللي انت بتكتبه بايديك ده عمرك في حياتك ما هتنساه، وهو ده اللي هيوصلك لأعلى مستوى في البرنامج. طيب تمام، بالإضافة وانت بتسمع الفيديو تسمع حتة وتوقف، تسمع حتة وتوقف وتبتدي تطبق معايا وانا شغال. بعد ما تخلص الفيديو خالص هتلاقي في الاخر بينزل لك تاسك هتبدأ تعمله. عملت الحاجتين دول، انك تسمع الفيديو وتطبق وتكتب ورايا وبعد كده حليت التاسك، عملت الحاجتين دول هتقدر في نهاية الكورس ان شاء الله تكون قدرت توصل لاعلى مستوى من مستويات الاحتراف في برنامج الاوتوكاد. دي برضو بعض الرسومات عايز اوريها لك اللي احنا هنشتغل عليها خلال الكورس. الرسومات دي بتاع الطلبة، خلصت الكورس معايا ده كده شوية منها. طبعا مش كده بس، احنا هناخد كمان رسومات اكبر من كده بكتير بالمنظر ده. طيب عشان اقدر ارسم الرسومات الجميلة قوي دي اللي احنا شايفينها لازم تمشي بالحاجتين دول، عشان ما تحسش ان الموضوع صعب. على فكرة برنامج الاوتوكاد من اسهل البرامج اللي هتشتغل عليها في حياتك، يعني يكاد يكون كده اسهل من الوورد والاكسل، وده ان شاء الله اللي انت هتكتشفه من خلال الكورس. طيب تمام، نرجع بقى نتكلم عن برنامج الاوتوكاد نفسه. برنامج الاوتوكاد ده انتاج شركة اوتوديسك، احد اكبر الشركات في مجال صناعة البرامج الهندسية. اول انتاج لبرنامج الاوتوكاد من زمان جدا، من سنة 84. كل سنة بدأ ينزل له اصدار، بس يعتبر الكمبيوتر او الاستخدام العام للاجهزة ابتدى مع اصدار الويندوز سنة 2000، يعني اول فيرجن حقيقية نقدر نقول الاوتوكاد سنة 2000. كل سنة لحد النهاردة وهم بينزلوا نسخة جديدة، احدث نسخة اللي هنشتغل عليها اوتوكاد 2020. طيب هل دلوقتي لو انا اشتغلت على دربت على نسخة مش هعرف اشتغل على القديم او العكس؟ لا طبعا، الموضوع عادي خالص. كل النسخ هم كل الحكاية ان كل سنة بينزلوا فيرجن، بيعملوا بعض التحديثات الخفيفة، يعني غيروا في لون اللوجو، غيروا في الشكل، غيروا في الصورة، لكن مفيش تغيير جوهري يمنعك من استخدام البرنامج. طيب تمام، طب شكله عامل ايه بقى البرنامج ده؟ ده شكل برنامج الاوتوكاد. اول ما بتسطبه خالص بينزل لك الايقونه بالمنظر ده، دي ايقونه البرنامج. لما تيجي تفتحها بالراحه كده عليها لانها بتاخد وقت شويه قبل ما تحمل، كل الفيرجنات الحديثه بتاخد وقت شويه قبل ما تحمل. اول ما تحمل وتفتح دي الشاشه الافتتاحيه بتاعتك. عباره عن ايه الشاشه الافتتاحيه؟ عندي الجزء اللي على الشمال هنا حاجه اسمها كيت ستارت او ستارت دروينج، يعني تبدا تدخل على لوحه الرسم، او ممكن برضو من علامه الزائد اللي هنا كده تبدا تدخل على لوحه الرسم. طيب عندي هنا حاجه اسمها اوبن فايلز، ده لو انت عايز تفتح ملف اوتوكاد موجود عندك على الجهاز. عندك حاجه هنا اسمها ريسنت دوكيومنتس، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اخر ملفات انت اشتغلت عليها في البرنامج. طيب عندي الناحيه دي حاجه اسمها نوتيفيكيشنز وحاجه اسمها كونكت. ايه دول؟ كونكت ده لو انت عندك اكونت مسجل على موقع الشركه، شركه اوتوديسك، وعملت ساين ان هنا، هيبدا كل فتره بيبعت لك نوتيفيكيشنز خاصه باي حاجه بتعملها الشركه. طيب تمام،
عايز ابتدي بقى افتح وافهم ايه هو برنامج الاوتوكاد، هتيجي هنا عند جيت ستارت، ستارت وتدوس على ستارت دروينج، هيفتح لك صفحة جديدة للرسم، هتلاقيها موجودة هنا، ظهرت لك دروينج 1 او دروينج 2، دي كده الرسمة بتاعت اسم الصفحة بتاعتك، ودي القايمة اللي هي فيها الستارت اللي احنا كنا فاتحينها من شوية. مجرد دوست ستارت درونج فتح لك صفحة جديدة بالمنظر ده. طيب تمام، ايه بقى الشاشة اللي قدامي دي؟ الشاشة اللي قدامي دي فيها شوية عناصر مهمين جدا ان احنا نكون عارفينهم. انا اتفقت معاك ان برنامج الاوتوكاد ده عبارة عن لوحة رسم كبيرة ومعاك شوية ادوات. اهي اللوحة اللي بالمنطقة الاسود دي اللي السودة دي كده كلها هي دي لوحة الرسم بتاعتك، لوحة ممتدة الى ما لا نهاية. طيب تمام، والمنطقة اللي فوق دي كده كلها هي دي الأدوات المستخدمة في الرسم. مش دول بس، أنا عندي أكتر من قايمة، كل قايمة جواها أدوات مستخدمة في الرسم بتاعك. طب تمام، عندي المنطقة اللي تحت ده، الشريط ده مهم جدا جدا جدا، ده اسمه الكوماند لاين أو سطر الأوامر، وهنفهم أهميته وإحنا شغالين. برضو عندنا هنا منطقة دي عبارة عن بعض الأدوات اللي بتساعدني إن أنا أسرع الرسم بتاعي. طيب تمام، كل الكلام ده طبعا هنفهمه واحدة واحدة وإحنا شغالين. مبدئيا برنامج الأوتوكاد بيتكون من مجموعة من الأوامر. يعني إيه أوامر؟ يعني أنت عايز ترسم خط، عايز ترسم دايرة، كل حاجة جوه البرنامج ده اسمها أمر. أمر بيرسم خط، أمر بيرسم دايرة، أمر بيعمل كذا بيعمل كذا بيعمل كذا. طيب أنا عشان أستدعي أي أمر أو أشتغل عليه عندي حاجتين، طريقتين بستدعيه بيهم. اول حاجه من خلال الشرايط اللي موجوده فوق دي، شرايط الادوات اللي موجود فوق ده. تاني حاجه من خلال الاختصارات. ايه الاختصارات دي؟ الاختصارات دي عباره عن ايه؟ هو قال لك دلوقتي انا عشان خاطر ترسم حاجه وتطلع تجيبها من فوق وتقعد تدور من جوه القوائم، الموضوع ده ممل، فعملوا الاختصارات خاصه بكل الاوامر اللي موجوده في البرنامج، وربطوا الاختصارات دي باسم الامر نفسه. مثال مثلا، يعني انت مثلا عايز ترسم خط اللي هو لاين، اختصاره اول حرف من اسم ال. طيب عايز ترسم دايره اللي هي مثلا سيركل، اختصارها سي. عايز تعمل نسخ العنصر اللي هو كوبي، اختصارها سي. بس كده لقوا في مشكله ان هنا عندي امرين بنفس الاختصار، ما انت لما تدوس سي هتعمل دايره يا هتعمل كوبي، فادوا واحد فيهم سي وادوا التاني اول حرفين من اسمه سي او، وهكذا بقى بدأوا يمسكوا كل الأوامر يعملوا لها اختصار ليه علاقة بالاسم بتاعها، سواء بقى أول حرف، أول حرفين، أول 3 حروف، أو حرف تاني جوه الاسم بالمنظر ده. طيب هو أنا مطلوب مني يا باشمهندس إن أنا أحفظ اختصارات كل الأوامر؟ لأ. طب إحنا هناخد كام اختصار؟ إحنا هناخد حوالي كام أمر، قصدي هناخد في حدود 100 أمر وأكتر. طيب هحفظهم كلهم؟ مع الوقت هتلاقي نفسك بتحفظهم، كل أمر هتلاقي نفسك جوه الكورس وأنت شغال بخليك تعيده بتاع 200 300 مره، فهتلاقي نفسك اوتوماتيك في اخر الكورس حافظ الاوامر. فما تشغلش بالك بحكايه الحفظ دي خالص، وانا ما بحبش اي حد يحفظ اي حاجه، مع نفسك كده هتلاقي. بالاضافه ان المذكره برضو فيها الاوامر، وفي في اخر صفحتين في المذكره الامر باختصاره بوظيفته، فما تشغلش دماغك بموضوع الحفظ ده. طيب تمام، الالوان اللي انا بكتب بيها دي ملهاش علاقه بالبرنامج، الالوان الاحمر والالوان اللي هتشوفها واحنا شغالين دي ملهاش علاقه بالبرنامج، دي خاصه ببرنامج التسجيل. طيب نرجع تاني لكلامنا، يبقى احنا اتفقنا ان كل امر جوه برنامج الاوتوكاد ليه اختصار، او ليه ان انا اجيبه من فوق، سواء جبته من فوق او اختصار، بس طبعا الاختصار ده اللي بيشتغل بيها اللي عايز يبقى استاذ في البرنامج. انا حتى وانا شغال هعرفك بس المكان من فوق واقول لك لا اشتغل بالاختصارات، وهي دي اللي هتطلعك فعلا فاهم. طيب تمام، سواء جبت الامر من فوق او جبته من الاختصارات هتبتدي تشتغل عليه، كل امر بيظهر لك في المكان الشريط المهم قوي دوت تشتغل عليه ازاي، خطوات الامر بتاعك. الخطوه الاولى يعني انا استدعيت الامر، هنا يقول لك الخطوه الاولى تعمل كذا، الخطوه الثانيه تعمل كذا، الخطوه الثالثه تعمل كذا. يبقى انت كل الحكايه بنستدعي الامر ونقرا اللي مكتوب تحت ونطبقه. قدرت بالشكل ده تقدر تفهم البرنامج كله. ده كده برنامج الاوتوكاد او طريقه العمل عليه بشكل مبسط جدا. طب نبتدي نشوف بقى واحده واحده. انا دلوقتي واحد لسه مسطب برنامج الاوتوكاد، فعايز اظبط شويه اعدادات هخلصها دلوقتي ومش هعيدها تاني، يعني في اعدادات او اوبشن هنعملها مع بعض تعملها مره واحده بمجرد استطبت البرنامج، وهي اوتوماتيك بتفضل محفوظه، قفلت فتحت هتفضل الاعدادات دي موجوده، دي نعملها فقط اول ما نسطب البرنامج. طيب اخش ازاي على الاوبشن بتاعت البرنامج او الاعدادات بتاعته؟ عندك حاجه من الاثنين،
يا تيجي في اي حته فاضيه تدوس كليك يمين وتختار من القايمه دي اخر حاجه اللي هي اوبشن، يا اما هتيجي تدخل اختصار. طيب ادخل اختصار اوبشن هو ايه؟ اختصاره اول حرفين من اسمه او بي. طب ليه مش او بس؟ عشان اكيدا في امر تاني بيبتدي اختصاره بأو، فده ده ايه؟ او بي. تمام كده. طيب عشان تدخل اختصار اي امر شرط اساسي جدا مهم ان المربع ده يكون ظاهر. يبقى انا عشان ادخل اختصار امر جديد لازم يكون المربع ده ظاهر، المربع اللي جوه علامة الزائد دي. طب ليه يا باشمهندس؟ هو ازاي ما يبقاش ظاهر؟ كده مش ظاهر، المربع مش موجود جوه، ما ينفعش انك تدخل امر جديد. امال عشان ادخل امر جديد اعمل ايه؟ تدوس زرار اسكيب من الكيبورد، اسكيب اللي هو على الشمال فوق خالص الصغير خالص ده، هتدوس عليه ظهر المربع. كده البرنامج هو مستعد انه يستقبل امر جديد. طيب هتكتب الاختصار فين؟ في اي حته اكتبه، الماوس يكون جوه المنطقه السوداء واكتب الاختصار بتاعك اهو او بي انتر. هو اصلا في الفيرجنات الحديثه اول ما بتكتب بيبدا يظهر لك كده ايه الامر، فانت مجرد تدوس او بي وتدوس زرار انتر في الكيبورد هيبدا يفتح لك القايمه الخاصه باوبشن. طيب قايمه اوبشن دي انا اخش عليها مرتين، مره دلوقتي ومره في اخر محاضره خالص. ايه الهدف منها؟ دلوقتي انا بعلمك الحاجات المهمه اللي انت لازم تعملها عشان خاطر تبدا تشتغل على برنامج الاوتوكاد اللي هي الحاجات الاساسيه، وفي الاخر خالص بقى اعلمك شويه الاشتغالات بتاعت البرنامج بقى، تغير حاجات وتقعد دي هنلعب شويه في امر اوبشن دي. طيب اول حاجه عايز تعملها، اول حاجه عايز اعملها لون خلفيه الشاشه. احنا شايفين ان الخلفيه هنا لونها اسود. طب تمام انا عايز اتغير اللون ده، هتغيره ازاي؟ هتيجي هنا من قايمه ديسبلاي، القايمه دي قايمه ديسبلاي في اي حاجه حتى على الموبايل عايز تغير الوان تخش على ديسبلاي، وهنا كولرز ديسبلاي كولرز هيفتح لك القايمه دي. طب تمام هنا بيقول لك الباك جراوند، انا مختار هنا الباك جراوند الكولر بتاعها ايه؟ ده اللون بتاعها اللي هو الاسود. طب انت عايز تغيره بتغيره كده وتدوس اوكي، يبقى تاني كولرز تغير اللون من هنا كده. طيب اختار البلاك دوت ودوس ابلاي، ده كده اغمق شويه من اللي كان موجود في الاول. التاني برضو الاول كان بلاك بس كان فاتح شويه، اما ده بلاك غامق. تفرق؟ اه تفرق. في ايه بقى؟ اصل برنامج الاوتوكاد ده انت مش هتقعد عليه 3 4 دقائق كل يوم، ده انت ممكن في يوم تقعد عليه 10 15 ساعه، لان البرنامج انت بتشتغل عليه كتير جدا، فبالتالي عينيك هتوجعك لو اللون مش اسود بالمنظر ده. اي لون تاني هتلاقي مع الوقت ساعه ساعتين عينيك بدات توجعك. طيب تمام يبقى ده اول حاجه من خلال قائمه ديسبلاي الكالرز. تاني حاجه عايزها، في مشكله بتواجهنا في البرنامج ده، حضرتك انا لسه قايل لك هتقعد 10 15 ساعه تطبق. طب وانت قاعد بتطبق الكهرباء قطعت، ايه اللي حصل؟ شغلك كله راح. طب ايه الحل بتاعها؟ عملوا حاجه هنا في قائمه اوبن اند سيف اسمها اوتوماتيك سيف. ايه اوتوماتيك سيف ده؟ ان وانت شغال حصل اي حاجه البرنامج لوحده بيعمل حفظ للشغل بتاعك، لا قدر الله الجهاز فصل حصلت اي مشكله تلاقي شغلك موجود. طب تمام الاوتوماتيك سيف ده لو هي مش متفعله هنفعلها بالمنظر ده. طب تمام هنا بيقول لك مينتس بتوين سيفز، انت عايز تعمل حفظ كل قد ايه؟ براحتك تعمله كل 10 دقايق كل دقيقه كل دقيقتين على حسب سرعه شغلك وانت شغال، وليكن هتعمله كل دقيقه مثلا. طب تمام دلوقتي البرنامج فصل، يبقى ايه اقصى حاجه ضاعت منك؟ هما مجرد 59 ثانيه، ده كده لو لا قدر الله حصلت مشكله في البرنامج. طيب تمام تاني حاجه، دلوقتي انا مثلا شغال على فيرجن اوتوكاد 2020، دي مشكله تانية بتواجه موجوده في كل البرامج مش بس في الاوتوكاد. انا دلوقتي شغال على فيرجن كام؟ 2020. خلصت شغلي وحطيت شغلي على فلاشه ورحت مديه لواحد صاحبي عشان يشغله عنده، او رحت اطبع عند الراجل بتاع المطبعه فجي يطبع هو عنده فيرجن 2010. يبقى مين احدث؟ انا هنا، هنا انا الاحدث. ده ضعيف، ده قديم ضعيف، مش هيقدر يفتح لي الملف ده، الراجل يقعد يفتح مفيش. طب ما هي دي مشكله ان دايما القديم ضعيف ما يقدرش يفتح ايه المرسوم بالفيرجن الحديثه. فهم بداوا يشوفوا حل للمشكله دي، قال لك ايه؟ بص الحل بتاعها ان انت هنا هتيجي وتخلي البرنامج يحفظ وكأن الملف مرسوم بأقدم صيغة موجودة أو بأقدم فيرجن موجودة اللي هي سنة 2000، يبقى أنت شغال عادي على أي فيرجن مهما كانت، والملف بيخرج من برنامج الأوتوكاد وكأنه
كأنه مرسوم بسنة 2000 عشان أي فيرجن موجودة في السوق تقدر تشغل الملف بتاعك وما يواجهكش مشكلة لو نقلت الملف من برنامج من جهاز للتاني. بس انت لازم تديله الاوبشن ده، او انت لازم تفهمه كده. هتيجي هنا من قائمة سيف وهتختار اقدم فيرجن موجودة اللي هي اوتوكاد 2000. طب يا باشمهندس انا ببص لقيت عندي حاجتين اسمهم اوتوكاد 2000، دي ودي، ايه بقى الفرق بين دي والفرق ما بين دي؟ بص يا باشمهندس، انا عندك هنا صيغتين، صيغة اوتوكاد 2000 دي دبليو جي وصيغة اوتوكاد دي اكس اف. ايه الدي دبليو جي وايه الدي اكس اف؟ الدي دبليو جي دي اللي هي الخاصة بالدروينج اللي هو الرسم بتاعنا، اللي هو الشغل اللي انت بترسم بلوحة وبتحفظها، فاحنا الصيغة الأساسية بتاعت الدي دبليو جي. أمال ايه الدي اكس اف دي؟ دي صيغة مسؤولة عن التصدير من برنامج الاوتوكاد للبرامج الأخرى. اصل برنامج الاوتوكاد مش مجرد برنامج بس رسم، لا ده كمان بيودي، ممكن تودي الملفات بتاعته لكتير جدا من البرامج، مجموعه هائله من البرامج بيتعامل معاها برنامج الاوتوكاد، وبتقدر تاخد الملف بتاعك وتوديه للبرامج دي. فانت في العادي بتاعك بتعمل الحفظ بالدي دبليو جي. طيب انا عندي ملف عايز اصدره، باجي على الملف ده بس وغير الصيغه بتاعته عن طريق حاجه تانية هنشوفها واحنا شغالين قدام. طيب تمام، يبقى انت هتيجي من هنا هتقول له اوتوكاد 2000 دي دبليو جي عشان تضمن ان البرنامج يتفتح على اي فيرجن مهما كانت. يبقى الثلاث حاجات قلناهم في اوبشن، رقم واحد من ديسبلاي كولرز وتغير لون الخلفيه اللي ورا، من اوبن اند سيف تعمل حفظ بصيغه قديمه، واوتوماتيك سيف عشان تضمن ان الملف بتاعك ما يبص او لو قفلت ما يضيعش الحاجات الشغل بتاعتك. خلصت الحاجات دي بتدوس اوبشن اوكي. ده كده اوكي، ده كده الحاجات الخاصة بأمر اوبشن. طيب يا باشمهندس دلوقتي انا لما جيت افتح، انا هبتدي مشروع جديد وهبتدي شغل جديد، انا لما جيت افتح برنامج الاوتوكاد جيت فتحته من الملف ده، من البرنامج، من الايقونة الرئيسية بتاعت البرنامج. انا قعدت اشتغلت النهاردة اليوم كله، طب وخلصت شغلي، وبعد ما خلصت شغلي عايز بكرة اجي اكمل، هل لما اجي افتح بكرة هفتح من هنا برضو من الايقونة دي؟ لا، ما انت لو فتحت الايقونه دي كانك بتفتح مشروع جديد. امال ايه يا باشمهندس؟ لا، انا هخرج لكل مشروع انا شغال عليه ملف خاص بيه، بحيث ان انا لما اجي تاني يوم او اجي بعد كده عايز اشتغل او عايز انقل دي الملف بتاعي ده لحد يكون ليه ايقونه بره اقدر من خلالها ان انا اشتغل على اكمل الشغل بتاعي. طب ازاي اخرج ايقونه من الملف بتاعي؟ هتيجي على حرف الاي ده، حرف الاي ده هنا اللي هو سيف، ايوه اللي هو فايل. حرف الاي ده عباره عن فايل، قائمه فايل، هتدوس عليه وتيجي من هنا تختار سيف او سيف اس على حسب بقى، لو انت اول مره تشتغل على لسه فاتح يعني ملف جديد بتدوس سيف اهو، دوست سيف هيقول لك اختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه وليكن على الديسكتوب، وهتيجي هنا هتسمي باي اسم انت عايزه وليكن تسميه باسمك. طيب ايه ده يا باشمهندس؟ ايه مكتوب هنا اوتوكاد 2000 دي دبليو جي؟ دي الصيغه بتاعتك. طب هو ايه ده؟ انا ظبطتها في الاوبشن جوه فخلاص هي هتفضل مظبوطه على طول. ادي الملف بتاعك ودوست سيف، اول ما هتدوس سيف هتلاقي ان الكلمه بتاعتك اللي كانت هنا اللي كان اسمها درونج 2 اتغيرت وبقى بالملف بالاسم بتاعك الجديد، وادي هنا كده اسم الملف بتاعك بالمسار بتاعه. تعالوا نطلع نشوف شكله كده على الديسكتوب عامل ازاي. هو ده الملف بتاعي، هو ده الملف اللي انا بخرجه. خلصت شغلي النهاردة عايز اكمل بكرة، مش هاجي افتح بقى من برنامج الاوتوكاد، هاجي افتح على طول من الملف ده واكمل شغلي زي ما انا عايز. طيب تمام، يبقى دي كده بداية الحاجات الخاصة باعدادات البرنامج. الحاجات اللي عملناها في اوبشن انت عملتها مرة واحدة بس، مش هترجع ليها تاني الا لما تعيد تسطيب البرنامج تاني. وحكاية وانك تدوس فايل سيف دي بتعملها على كل مشروع جديد بتبتده من الاول. طيب تمام، ده كده بالنسبه للاوبشن. هنيجي بقى نتكلم عن تاني امر عندنا النهارده، وهو امر الخاص برسم الخطوط. امر رسم الخطوط احنا اتفقنا ان هو اسمه ايه؟ لاين. طيب احنا قلنا بيجي بطريقتين، اول طريقه موجوده فوق اهي، تاني طريقه الاختصار، اختصار لاين الا انتر. طب تمام، تيجي من فوق كده وتتك عليه كده، انت استدعيت الامر، او ان انت تدوس الا انتر، بس قبل ما تدوس ما تنساش لازم يكون المربع ظاهر. طب تمام، دوست ال انتر اهو. وبالمناسبه انتر في البرنامج ده مش بس انتر اللي هو الزرار بتاع الكيبورد الكبير اللي احنا عارفينه، انتر ده سواء انتر الكبيره دي او سواء مسطره اللي هي السبيس، الاثنين دول عندنا كده اسمهم انتر. فانا لما اقول لك انتر يا تدوس على المسطره يا تدوس على زرار انتر.
طب تمام، دوست ال انتر واستدعيت الامر. عينك على طول هنا، طول ما انت عينك على الشريط ده مش هتتوه خالص في البرنامج. هنا كاتب لك ايه؟ كاتب لك لاين اللي هو الامر اللي انت استدعيته، ودي الخطوه اللي عليها الدور اللي انت تشتغلها. سبيسيفاي فيرست بوينت يعني حدد النقطه الاولى. هاجي بالماوس كده في اي حته ومحدد النقطه الاولى. طيب بعد كده بيقول لك تحت سبيسيفاي نيكست بوينت، حدد النقطه الثانيه. وبعد كده هو رسم الخط اهو، سبيسيفاي نيكست بوينت، عايز تكمل حدد النقطه اللي بعديها، عايز تكمل كمان حدد النقطه اللي بعديها. طب عايز اخرج من الامر، هدوس اسكيب. دوست اسكيب انت كده خرجت من الامر. يبقى تاني انا دوست ال انتر ورسمت دول. طب لو انا جبته من تحت، هي بالظبط كده، انا استدعيته، اتكيت عليه تكه استدعيته، اكتب لي نفس الكلام ومفيش فرق. بس احنا زي ما اتفقنا دايما ايدي بتشتغل على الاختصارات، ايدك على الاختصارات. الرسمه اللي هترسمها في 3 4 ساعات من فوق هترسمها في نص ساعه من الاختصارات. طيب دلوقتي احنا رسمنا الخطوط، بس قبل بقى ما اكمل امر اللاين هوريك حاجه تانية كده عايزين نفهمها كويس. لو انا عايز اجي الماوس بتاعي كده، انا عايز اقرب، اعمل زوم على الحته دي، عايز اقرب على الحته دي بالظبط، هتعمل ايه يا باشمهندس؟ هتيجي بالمربع اللي جوه علامه الزائد اللي جوه الماوس، المربع ده هتيجي بيه وتقف كده على الحاجه اللي انت عايزها من غير ما تدوس على اي زراير، انا بقف بس عليها كده، والف البقره، البقره اللي هي السكرول بتاعت الماوس لفوق. وما ينفعش تستخدم برنامج اوتوكاد من غير الماوس خارجي، الماوس بتاع اللاب ده مش هينفعك في حاجه، تقعد وقت طويل وهتوه. لا انا عايز ماوس خارجي تشتغل عليه على طول. لف البقره لفوق، انت كده بتعمل زوم ان. طيب عايز ارجع ورا، هعمل زوم اوت، هلف البقره لورا. تمام، طيب تمام، عايز اقرب على الحته دي هقف عليها وزوم، الف البقره لفوق لورا زوم اوت اهو، الف البقره لورا. طب عايز امسك اللوحه واشدها، هدوس على البقره وكانها زرار وهفضل ضاغط عليها واحرك ايدي اهو كده، انا بشدها كده، ما بغيرش اطوال، انا كل الحكايه ان انا بشد اللوحه عشان اقدر اظبط اتجاه الرؤيه بتاعتي. مهم جدا موضوع الرؤيه ده، انا عايز اجي هنا واخلي الحته دي تكون قدامي، هقف بالماوس عليها، الف البقره من غير ما ادوس على اي زراير اهو. عايزها تنزل تحت شويه، هتدوس على الزرار على البقره كانها زرار وتشد لتحت. طب تمام، ده كده بالنسبه للزوم بتاعي. طيب عايز بقى اكمل بقيه الرسم بتاعتي، هجيب دي كده شويه كده في الجنب لحد طبعا ما ناخد امر المسح، هجيب دي كده شويه هنا. الخطوط يا باشمهندس اللي انت رسمتها دي خطوط عشوائيه. يعني ايه خطوط عشوائيه؟ لا عارف طولها كام ولا عارف زاويتها كام. طب ازاي ارسم خط بمعلوميه طوله وزاويته؟ هنستدعي الامر ال انتر. طب وبعدين سبيسيفاي فيرست بوينت، حدد النقطه الاولى. حددت النقطه الاولى بالمنظر ده، هتلاقي عندك هنا خانتين، خانه خاصه بالطول وخانه خاصه بالزاويه. طيب هو حاليا مظلل لك على الخانه الخاصه بالطول. طب تعالى نكتب الطول بتاعنا كده وليكن 100. طيب انا كده كتبت الطول، عايز اتنقل لخانه الزاويه، هدوس على زرار تاب في الكيبورد، تالت واحد على الشمال خالص من فوق. اول ما هتدوس تاب اهو، ادي الطول، تاب هيتنقل لك لخانه الزاويه. الزاويه بتاعتك كام؟ وليكن 40 درجه، 40، وتدوس انتر واخرج بسكيب. هو ما رسمش، لا رسم، بص بص برنامج الاوتوكاد اهو، هو لوحه ممتده الى ما لا نهايه، تيجي تقف عليها كده وتخش زوم بان عندك الرسمه بتاعتك، مستحيل ما يرسمش البرنامج ده، طالما اشتغل يبقى سليم ما فيهوش حاجه بايظه. لكن هو المشكله في ايه؟ المشكله ان انت ممكن تكون واقف زوم اوت بعيد قوي كده، فانت مش واخد بالك منه، فيتهيأ لك ان هو ما رسمش. لا اظبط ايدك كده واخرج بسكيب واطلع خش زوم بالراحه كده، هتلاقي في الاخر ان هو رسم. طيب عايز اتاكد ان انا رسمته ده طوله صح ولا لا وزاويته صح ولا لا، هتدوس عليه كده هيظهر لك تلات نقط زرقاء، هتيجي تقف على النقطة الزرقاء اللي فوق أو اللي تحت من غير ما تدوس على حاجة، من غير ما تدوس على أي زراير، أقف عليها بس كده، هتلاقيه يظهر لك هنا، أدي الطول وأدي الزاوية. طيب تاني أهو، هنمشي دي كده، ال إنتر، وحددت نقطة البداية، وبعد كده تكتب الطول، تاب الزاوية، وتدوس إنتر وتخرج بسكيب، هو كده رسم لك الخط بتاعه. عايز ترسم بقى مقر خط 2 3 عيش حياتك. طيب تمام،
ده كده عشان اتاكد منه بدوس عليه واقف على النقطه اللي فوق. ده كده بالنسبه لرسم الخطوط. طب يا باشمهندس انا جيت اطبق لقيت ان معاك طلع كده، معايا انا طلع كده، ايه السبب؟ ليه انت طلع عندك الخط عامل كده وانا الخط عندي نزل لتحت؟ ما اصلا انا لسه ما قلتلكش هو اصلا برنامج الاوتوكاد بيفهم الزوايا ازاي. بص معايا كده، برنامج الاوتوكاد بمجرد انت بتدوس ال انتر وتحدد اول نقطه، اوتوماتيك بيجي كده في دماغه ومرسم خط بالمنظر ده. ايه الخط ده بقى؟ ده عداد الزوايا بتاعتي. طيب بيحسب الزاوية ازاي يا باشمهندس؟ بيبتدي من هنا بالصفر ويمشي في الاتجاه ده لحد ما يوصل ل 180 درجة. ده العداد الأول للأوتوكاد، وعنده عداد تاني بيبتدي من هنا ويمشي كده لحد ما يوصل ل 180 درجة، يعني عنده عدادين للرسم. طب أنت بقى اللي بتحدد إذا كنت هترسم على العداد اللي فوق ولا هترسم على العداد اللي تحت. طب ازاي بحدد الكلام ده؟ بص اول ما هتدوس ال انتر وتحدد نقطة البداية، بعد ما حددت نقطة البداية لو ايدك مشيت لفوق سنة، ايدك مشيت لفوق سنة كده يبقى انت كده شغال على العداد اللي فوق، ايدك نزلت لتحت يبقى انت كده شغال على العداد اللي تحت. تعال نرسم خط كده وخط كده. هنيجي مثلا هنا هقول له الطول على كده شغال على العداد اللي فوق، الطول 30 والزاوية 50 انتر واخرج بسكيب. طيب ال انتر نفس الطول بس على العداد اللي تحت، هنزل بالماوس تحت شويه كده واكتب الطول تاب الزاويه انتر واخرج بسكيب. عايز اتاكد من الكلام ده هضغط ضغطه هنا واقف على النقطه اللي فوق من غير ما تدوس على حاجه اهو. طيب ادي الطول، اخش زوم اكتر عشان تبان لك الزاويه اهو، ادي الطول وادي الزاويه. طب وهنا اقف برضو هنا على النقطة اللي تحت واتأكد من الطول والزاوية. طب اشمعنى هنا وقفت فوق وهنا تحت؟ لان انا هنا شغال على العداد اللي فوق اما هنا انا شغال على العداد اللي تحت. طيب تمام، يبقى ده كده بالنسبة لطريقة الرسم على برنامج الاوتوكاد. تعالوا نشوف رسمة كده صغيرة نرسمها سوا مع بعض، حاجة بالمنظر ده. لو انا حبيت ارسم الثلاث خطوط اللي عندك ده، هتيجي تبص معايا كده، الخط الاولاني طوله 40 وزاويته كام؟ 35. طب ده انا شغال فيه على العداد اللي فوق ولا العداد اللي تحت؟ فين نقطة ستارت بتاعت الخط؟ هي دي. طيب نقطة الاند مش دي الستارت؟ فين الاند؟ دي الاند. هل الاند فوق ولا تحت؟ الاند فوق، يبقى انت شغال على العداد بتاع الزوايا اللي فوق. طيب تمام، هنا الخط ده فين الستارت؟ اهي الستارت. فين الاند؟ اهي الاند. يبقى انت شغال فين؟ طالما الاند تحت بالنسبه للستارت بتاع الخط يبقى انا شغال على العداد اللي تحت. هنا ما انا مكمل كده وانا ماشي خط واحد اهو كامل. طب تمام، هنا ادي الستارت وادي الاند، يبقى انا هنا شغال على العداد اللي فوق. طب تعالوا نرسمها مع بعض، هدوس ال انتر واحدد اول نقطه فيرست بوينت. طيب وبعدين خلي بالك من نقطه مهمه، انا ما عنديش حاجه في برنامج الاوتوكاد بتقول لي انك تفضل دايس على الزرار وتفضل دايس عليه ما تسيبوش. لا بص بص، كل خطوه يعني دوست ال انتر حددت اول نقطه، دوست ضغط الزرار ورفعت صبعي. مفيش حاجه في البرنامج انك تفضل ضاغط على الزرار ومثبت فيه، كل حاجه بتضغط ضغطه وترفع صبعك فيها. طب تمام، يبقى انا حددت اهو اول نقطه. طب وبعد كده الطول هنا 40 والزاويه 35 على العداد اللي فوق، هطلع فوق كده من غير طبعا ما ارفع صبعي ما بدوس على حاجه، واقول له الطول 40 وادوس زرار تاب في الكيبورد وادخل الزاويه ب 35 وادوس انتر. كده انا رسمت الخط الاولاني من غير ما اخرج بقى هكمل بقيه الامر بتاعي، بقيه الرسمه بتاعتي. هنا الخط طوله 40 وزاويته 42 لتحت، يبقى هاجي كده هشتغل هنا على العداد اللي تحت اهو بالمنظر ده اهو. كده انا العداد اللي تحت طوله 40 تاب الزاوية 42 وادوس انتر. تمام، وبعد كده عايز اشتغل على العداد اللي فوق، هاجي هنا اهو في الرسمة بص عليها، طولها 20 والزاوية بتاعتها ب60 لفوق، هاجي كده اهو اقول له طوله 20 تاب الزاوية ب60 انتر واخرج بسكيب. طيب عايز اتأكد من الرسمة بتاعتي دي ان هي صح، هتأكد عليها ازاي؟ هتيجي توقف كده على الخط اللي انت رسمه، تك عليه تكة طبعا رافع صبعي، وهتيجي توقف على النقطة اللي فوق من غير ما تدوس على حاجة، خش زوم عشان الزاوية تظهر لك، ادي الطول والزاوية. تمام، تيجي بقى على الخط اللي بعديه تك تكة،
واقف بقى على تحت، لان ده انت رسمه بالعداد اللي تحت، ادي الطول والزاوية تمام، تك هنا تكة وتقف فوق عشان تتأكد ان شغلك مظبوط كده، انت شغلك كله مظبوط. طيب ده كده بالنسبة لأمر اللاين أو أول طريقة في رسم الخطوط. تعالى أعلمك كده شوية حاجات تانية، نمشي ده كده شوية. بص معايا، لو أنا جيت قلت لك أنا عايز أدخل على الأمر لاين، فأنا قلت لك في البداية إن لازم يكون المربع ظاهر زي ما هو ظاهر قدامي كده، فأنا دخلت على الأمر لاين اللي انتر، واتفقت معاك إن أنا عينيا فين؟ عينيا تحت. بيقول لي specify first point، فانا حددت الفيرست بوينت، وبعد كده بيقول لي specify next point، فبدخل الطول والزاويه. لا اتقل بقى شويه معايا كده، ايه اللي قدامي ده؟ هنا بيقول لي specify next point تمام or undo. ايه or دي بقى؟ بص معايا وافهم الحته دي كويس قوي قوي قوي. برنامج الاوتوكاد ده الاوامر فيه منقسمه لحاجتين، حاجه اسمها اوامر رئيسيه وحاجة اسمها أوامر فرعية. إيه هي الأمر الرئيسي وإيه هو الأمر الفرعي؟ الأمر الرئيسي ده الأمر اللي أنت بتدخله من الأول عشان تعمل حاجة، بمعنى وأنت بره يعني، وأنت وعلامة مربع ظاهرة كده تخش على أمر جديد، ده كده اسمه أمر رئيسي. يبقى أنا بدخل على أمر من بره خالص، يبقى ده اسمه أمر رئيسي. طيب أما الأوامر الفرعية، دي أوامر تحت الأوامر الرئيسية، يعني وانت جوه امر رئيسي في كمان اوامر فرعيه. يا نهار ابيض، انا احفظ كل ده؟ لا لا خالص، مش هتحفظه. الاوامر الفرعيه كلها هتلاقيها مكتوبه تحت هنا كده عندك في الكوماند لاين ده اللي هو سطر الاوامر. طيب تعالوا نشوف الاوامر الفرعيه دي ونشتغل عليها مع بعض. انا قلت له دلوقتي ال انتر وحددت اول نقطه، لقيت ظهر لي امر فرعي هنا اسمه اندو. ايه اندو؟ يعني تراجع. تراجع عن ايه؟ تراجع عن اختيارك لاول نقطه. مش انا لما قال لي سبيسيفاي فيرست بوينت قمت متك تكه هنا حددت اول نقطه؟ طب لا انا عايز اتراجع، مش عايز اول نقطه هنا، في نفس الوقت مش عايزه يخرج من الامر بتاع اللاين. هتدوس عليها كده، يا اما تيجي تدوس عليها بالمنظر ده تتك عليها تكه اهو كده، انا خرجت من الايه، من اندو، عمل تراجع عن اختياري الاول نقطه، رجع تاني بيقول لك ايه سبيسيفاي فيرست بوينت، حدد اول نقطه تاني. طب اخترت، او ممكن حاجه تانيه لو انت عايز تعمل تراجع تاني، بدل ما تيجي تدوس هنا هتيجي كده ايه الحرف اللي هنا، بص على الكلمه، هتلاقي ان الاوامر الفرعيه ليها اختصارات برضو، اختصارها عباره عن حرف الكابيتال اللي باللون الازرق. في الفيرجنات القديمه كان كابيتال بس، لكن من اول 2013 بقى خلوا كمان لونه ازرق عشان يبقى مميز اكتر. بص انا دوست يو انتر اهو، عمل لي تراجع عن اختياري اول نقطه. طيب تعالوا نكمل مع بعض، اخترت اول نقطه اهو وكملت تاني نقطة وكملت تالت نقطة. بص معايا بقى، بص معايا عندي كام اختصار تحت، كام امر فرعي تحت، عندي تلاتة. اندو شفناه، اكزيست ان هو يخرج من الامر. طب كلوز، ايه كلوز دي بقى؟ بص لو انا اخترت كلوز ايه اللي هيحصل؟ انا جيت هنا دوست كلوز، ايه اللي حصل؟ قام قافل لك المكان اللي النقطة اللي انت واقف عليها بأول نقطة انت بدأت فيها. طب تاني، بص ركز معايا تاني، اللي انتر وادي اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، هي عايز تقفل هتقول له كلوز. طب اختصارها ايه يا باشمهندس؟ الحرف الكابيتال الازرق سي انتر، قفل اهو. طب سي انتر، انت مش كنت قايل ان سي دي بترسم دايره؟ ما انا قلت لك بقى خلاص، امر رئيسي غير امر فرعي، عادي جدا انك تلاقي اوامر فرعيه نفس اختصارات الاوامر الرئيسيه، بس ده طالما جوه امر بيعمل حاجه تانية خالص، غير لما يكون لسه بره خالص وانت بتدخل امر جديد. طيب تمام، يبقى تاني ال انتر نقطه، حدد بقى الخط بتاعك، ارسم خطين وقول له كلوز، هيقفل لك على طول، يقفل لك الشكل ويكمله لك. طب تعالى تاني اقول لك حاجه كمان احسن من دي، انا دوست ال انتر وبدات ارسم اهو، ادي نقطه والتانيه والتالته وبعدين خرجت بسكيب. عايز ابتدي ارسم تاني من اخر نقطه انا طلعت منها، مش دي اخر نقطه انا طلعت منها، انا عايز ارسم خط جديد بيبتدي من اخر نقطه انا انتهيت بيها، فهتدوس ال اللي هو لاين مرتين انتر، وخلي بالك عشان هتغلط وتدوس ال ال، لا ال ومرتين انتر. طب تمام، هتلاقي اوتوماتيك لقط لك ايه اخر نقطه. بص اهو خرجت تاني، ال انتر انتر لقط لي اخر نقطه، كمل شغلك عادي بقى هو ارسم. طيب عايز تعمل كلوز، ركز بقى معايا،
هل دلوقتي لو انا عملت كلوز تاني اهو من الاول عشان انا خرجت وخرجت اهو ودوست ال انتر انتر ولقطت اهو، دلوقتي لو انا جيت اعمل كلوز هل هيقفل الخط بتاعه هنا ولا هيقفل الخط بتاعه هنا؟ بالانهي بقى، الاخضر ولا الاحمر؟ بص معايا، لو انا جيت ادوس كلوز، تعال نجرب ونشوفها، سي انتر قفل فين؟ قفل هنا. طب ليه يا باشمهندس قفل هنا؟ ما هو بص، انت كنت جوه امر اللاين، ابتديت لاين من هنا ورسمت خط والتاني وخرجت، بمجرد خرجت الاوامر الفرعيه انتهت خلاص، فرجعت دوست ال تاني مرتين انتر ولقطت النقطه دي، فانت ابتدى من هنا امر جديد لللاين فخلاص يكمل. يعني معنى كده انك لو خرجت من الامر، الاوامر الفرعيه بتاعت الامر ده بتنتهي. تاني نعيد كده، بص معايا اهو، ال انتر وكملت اهو، رسمت بعدين خرجت وبعدين ال انتر انتر تاني عشان يلقط اخر نقطه. دلوقتي لو انا دوست كلوز هيقفل فين؟ هنا، عشان انا ابتديت الامر الجديد من هنا. تمام كده، تمام. طيب انا كده اتكلمت في بعض الحاجات الخاصه بامر لاين، هو ازاي ترسم خط بمعلوميه طول وزاويه والعدادات، العداد اللي فوق والعداد اللي تحت، واتكلمنا عن كلوز، واتكلمنا عن اندول وجوه الامر سواء امر فرعي، يعني اتكلمنا عن الامر الفرعيه، واتكلمنا عن ان انت عايز تربط اخر نقطه فبتدوس ال مرتين انتر. هستوقف في امر لاين لحد كده وهنكمله المحاضره الجايه، بس انا دلوقتي عايز اشرح برضو ايه كام حاجه كده مهمين بالنسبه لنا. عايز اشرح، لو انت عايز هناخد امر تاني، امر اريز، لو انا عايز امسح خط من اللي عندي دول، عايز تمسح اي حاجه من دول، امر اريز موجود في الحته دي كده. ايه الحته دي يا باشمهندس؟ الحته دي اسمها موديفاي والحته دي اسمها درو. ايه الفرق بين الدرو وايه الفرق بين الموديفاي؟ الدرو هو بيرسم حاجه ما كانتش موجوده اصلا، حاجه ما كانتش زي موجود اللاين مثلا، اللاين موجود في درو لانه مش موجود وبيرسمه من الاول. اما الموديفاي هو بيعمل تعديل على حاجه اوريدي هي موجوده، يعني عايز تمسح، ما ده تعديل، هي حاجه موجوده وانت شلتها، عايز تعمل نسخ، عايز تعمل موف، عايز تعمل ميرور كوبي وهكذا، كل الاوامر اللي ليها تعديل على الشكل بتعملها من موديفاي. اما الجديده هتلاقيها موجوده في درو. طب تمام، فين بقى امر المسح وشكل الاستيك؟ اهو اوامر موديفاي، يا اما تدوس عليها كده اهو، انا دوست على الامر من هنا واخترت الحاجه اللي انا عايز امسحها ودوست انتر، او ان انت تدوس اختصارها اي انتر اريز اي، فدوست اي انتر واخترت الحاجه اللي عايز امسحها ودوست انتر. طيب بص معايا، اوامر الموديفاي دي حاجه من الاثنين، يا اما تستدعي الاول وبعد كده تعمل سيلكت اختيار، تختار للحاجه اللي انت عايزها وبعدين تدوس انتر فيعمل لك اللي انت عايزه. يعني انا عايز امسح، هدوس اي انتر كده انا استدعيت الامر، وبعد كده هختار الحاجه وبعد كده ادوس انتر فهيمسحها لي، او ان انت تختار الاول وبعد كده تستدعي، يا دي يا دي، وبعد كده تدوس انتر. بص معايا، انا هدوس دلوقتي اهو، اخترت الحاجه اي انتر يمسحها لك على طول، اخترت الحاجه اي انتر يمسحها لك على طول، او ان انت تدوس اي انتر وتدوس على الحاجه وبعدين تدوس انتر، طبعا براحتك، اي اهو اختار الحاجه اي انتر. طيب الكلام ده حلو يا باشمهندس، بس في حاجه بقى، وانا كل ما هاجي همسح انا عايز امسح حاجات كتير قوي، هفضل كل شويه طول ما انا رايح اقعد ادوس اي انتر واقعد ادوس الحاجه، مفيش طريقه اسرع شويه اختار بيها الحاجات الكتير دي؟ اه بص معايا، لو انا اتكيت تكه بالماوس ورفعت صبعي، تكه بالزرار الشمال العادي بتاعنا ورفعت صبعي ومشيت كده من اتجاهي من اليمين للشمال، هلاقيه بيظلل لي باللون الاخضر. طيب لو انا اتكيت تكه بالماوس ومشيت من الشمال لليمين، هلاقي ان هو بيظلل لي باللون الازرق. اكيد في فرق ما بين الازرق وما بين الاخضر، ايه هو الفرق؟ الحاجه اللي انت مختارها باللون الاخضر ده، التظليل باللون الاخضر، انك تتك تكه فوق وترفع صبعك وتشد كده، بيختار العناصر اللي بالكامل جوه المنطقه المظلله او جزء منها جوه المنطقه المظلله. اسمع كده تاني، اللي كلها جوه الحته المتظلله او جزء منها. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ هل الخط ده كله جوه المنطقه المظلله؟ اه، فهيختاره الخط ده، اقصد الخط ده كله جوه المنطقه المظلله، اه فهيختاره. طب هل الخط ده كله المنطقه المظلله جوه جوه المظلله؟ لا. طب جزء منه جوه المنطقه؟ اه هيختاره. هيختاره كله ولا حته منه؟ هو عندنا هنا يختار الخط بالكامل لما يختاروش خالص.
يبقى بيختار العناصر اللي بالكامل جوه المنطقة المظللة او جزء منها جوه المنطقة المظللة. طب ده برضه هيختاره لان في جزء منه جوه المنطقة المظللة اهو. تك تك تانية هنا عشان انهي الاختيار، اختار لك التلاتة. عايز تمسح بتدوس اي انتر. طب تمام، ده كده بالنسبة من اليمين للشمال ان انت هتتك تك وترفع صبعك وتسحب وتتك تك، اختار لك اهو. طب هو اختار لك وانت عايز تخرج من الاختيار بتدوس سكيب. طب تمام، عايز تاني بقى من الزرقاء من اليمين للشمال، هتختار كده تك تك فوق وتمشي كده من الشمال لليمين، الزرقاء من الشمال لليمين، هيختار العناصر اللي بالكامل جوه المنطقة المظللة فقط. فقط حط شرط تحت فقط دي، يعني الخط ده كله جوه المنطقة المظللة اه، فهيختاره. الخط ده بالكامل جوه المنطقة المظللة، لا ده في حتة بره، يبقى مش هيختاره خالص، مش هيختار حتة منه. وهنا نفس الحكاية، بص معايا اهو فعلا اختار لي ده بس وادوس اي انتر. طيب يا باشمهندس دلوقتي انا مثلا اخترت دول تمام، بس غلطت، لا ده انا مش عايز اختار ده، عايز اعمل ان سيلكت الاختياري ده. هتدوس زرار شيفت في الكيبورد وتفضل ضاغط عليه، تفضل ضاغط على زرار شيفت في الكيبورد، هو على الشمال تاني واحد من تحت، والتك تكه اهو شال لك اختيارك من عند ده. شيفت وتفضل ضاغط وتدوس على ده شال لك اختيارك من على ده، وهكذا. طيب اخترت كل دول هم بالخضره ودوست شيفت واخترتهم تاني كلهم بالخضره، برضو شال لك الاختيار من عنده. يبقى انا اريز اختار الحاجه اللي انا عايز امسحها، واي انتر هيمسحهولي. ده كده تالت امر اتكلمنا عنه ان هو امر اريز اللي هو الامر الخاص بالمسح. طيب قبل ما هنهي محاضره النهارده هتكلم عن ثلاث حاجات برضو سريعا كده. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ الادوات اللي موجوده عندي تحت هنا. بص معايا، اول حاجه عندي هنا الاداه دي، شايف الشبكه اللي ورا، الشبكه ورا اللي متقسمه مربعات دي، لو انا عايز اظهرها او اخفيها بتك على الشبكه دي، اظهرها او اخفيها. قدام برضه هنرجع نتكلم عن الشبكه دي تاني في الاخر ونشوف ايه اهميتها، بس هي مبدئيا لو حد مخيلها الشبكه اللي ورا دي وعايز يخفيها بيخفيها من هنا. طيب تاني حاجه انا عندي دلوقتي لما باجي ادوس على دي كده بيظهر لي الطول والزاوية اهو. طيب تمام، طب افرض بقى حضرتك جيت تدوس عليها تقف عليها كده لا لقيت طول ولا زاوية. ده مش كده وبس، ده انت جيت ترسم لاين ال انتر وحددت اول نقطة لا لقيت مكان تكتب فيه الطول والزاوية، تقول بص البرنامج باظ وتفضل تشيل وتحط فيه 100 مرة وهيفضل برضو كده. طب ايه المشكلة دي او ايه السبب في كده؟ هي أداة من الأدوات اللي هنا، الأداة دي اسمها إيه؟ Dynamic Input. اسمع الكلمة دي واحفظها كويس قوي، Dynamic Input. إيه الـ Dynamic Input؟ دي أهم أداة في البرنامج. دايما كده أقول لهم إيه اللي ما بيشغلش الأداة دي ربنا ما يباركلوش في البرنامج. طب أشغلها إزاي؟ هي مش ظاهرة هنا، طب أنا عايز أظهرها هنا الأول وبعد كده أشغلها وأطفيها وأعمل فيها اللي أنا عايزه. هتيجي هنا على الثلاث شروط اللي موجودين هنا اللي هي اسمها Customization، هتتك عليها كده وتدور. دي بص كل دي ادوات مساعدة، احنا اتفقنا ان الشريط اللي تحت ده في الادوات المساعدة للرسم، كل دي ادوات مساعدة. اللي متعلم عليه صح هنا كده يعني ظاهر هنا، طيب واللي مش متعلم عليه صح هو موجود بس مش ظاهر هنا. هندور على الديناميك انبوت بتاعتنا، ادي الديناميك انبوت فين اهي. بص انا دوست عليها ايه اللي حصل، ظهرت لي مكانها هنا اهو، بس كده مش معناها انها شغاله. بص اهو دايناميك انبوت كده بتظهر وتختفي بس. طب انا ظهرتها في الشريط اللي تحت وهنسيبها ظاهره على طول، عايز تفعلها هتتك عليها كده كده، طالما منوره بازرق يبقى فعاله. دلوقتي لما تيجي تقف وتدوس هتظهر لك، هتيجي ترسم ال انتر هتلاقي مكان للطول والزاويه. طب ما كده كده يا باشمهندس اول ما فتحت وهي موجوده، ما اصل العادي بتاع البرنامج لما بتسطبه ان هي متفعله، امال انت بتقولها لي ليه؟ بقولها لك عشان لو حضرتك غلطت ولا قفلتها تبدا تشغلها تاني وتبقى عارف ايه المشكله بتاعتك. طيب برضو ليها اختصار للتفعيل، انك تدوس على زرار اف 12 في الكيبورد اللي فوق خالص، ده بيفعل وبيقفل كده. لازم تكون منوره ازرق وعلى طول سيبها منوره ازرق معاك وعلى طول هي متفعله معانا. دي اللي هي تاني حاجة، قلنا أول حاجة الشبكة، تاني حاجة الديناميك انبوت. طيب آخر حاجة، حضرتك بتلعب في البرنامج لسه بقى أول مرة
قمت شايل قايمة من القايم اللي موجودة هنا كده، قعدت تلعب كده وتحرك، حركتها وبوظتها وقفلتها والدنيا باظت معاك. حسيت ان الشريط اللي فوق ده كله اتلخبط في قلب بعضه. او بتلعب مثلا قمت شايل الكوماند لاين ده، عايز ترجعها تاني، هترجعها ازاي؟ في عندك هنا علامة الترس دي، هتدوس على علامة الترس دي. النظام او الشكل اللي احنا شغالين عليه حاليا درافتنج اند انوتيشن، في اشكال كتير لترتيب القوائم اللي موجودة دي، في اكتر من شكل. احنا مبدئيا بنشتغل على درافتنج اند انوتيشن، قدام ان شاء الله هعرفك ازاي تضيف اصلا ترتيب تاني غير الترتيب ده، او ازاي تعمل ترتيب للايقونات بمزاجك انت زي ما انت عايز. بس مبدئيا احنا شغالين على النظام ده. طب تمام، فانت كده الدنيا باظت معاك والايقونات باظت، اختار اي نظام تاني من الاتنين دول، اي واحد فيهم. طيب ده الايقونات اختلفت خالص، ماشي، ما انت هتختار النظام ده وبعد كده هترجع تاني تختار النظام بتاع حضرتك اللي هو درافتنج اند انوتيشن، هيرجع لك القوائم اللي انت مسحتها واللي انت لعبت فيها. اخر حاجة شكل الكوماند لاين كده شكله وحش شوية، صغير كده مش باين، عايز اكبره كده عشان ابقى شايف الارقام وابقى شايف الكتابة وعارف اقرا كل حاجة. هتيجي من الشمال كده هتدوس على الشرط اللي موجودة هنا، تفضل ضغط عليها وتنزل تحت كده هتلاقي حجمه كبر، تسيبها شكله كبر، هو بقى ظاهر قدامك كده شكله افضل شوية بالمنظر ده. دي كده بالنسبة للمحاضرة الاولى في كورس الاوتوكاد، اتكلمنا عن انترودكشن عن البرنامج وفهمنا عن ايه برنامج الاوتوكاد واستخداماته ووظيفته، واتكلمنا هنمشي ازاي خلال الكورس بتاعنا، واتكلمنا عن امر اوبشن اتعلمنا فيه ازاي نغير الخلفية، ازاي نعمل حفظ اوتوماتيك، وازاي نعمل حفظ بصيغة قديمة. بعد كده اتكلمنا عن رسم الخطوط وعرفنا اوامر الزوم تقرب وتبعد وتحرك الشكل بتاعك، واتكلمنا عن رسم الخطوط لاين اللي هو الخط بالطريقة عن طريق الطول والزاوية، وفهمنا عدادات الزوايا، واتكلمنا عن كلوز انك تقفل شكل جوه امر اللاين، واتكلمنا عن الشبكة اللي موجودة تحت والديناميك انبوت ودي امر اريز. وبكده اكون خلصت محاضرة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.